العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين الحديدين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936 كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في سؤال تملي اولادنا يسالوا السؤال ده يقول لك يعني طقس الكنيسه يعني وايه مصدر يعني الطقوس بتاعه الكنيسه بتاعتنا دي. حقيقه مصدر الطقوس حاجتين مهمين جدا جدا، اول حاجه الكتاب المقدس، تاني حاجه التقليد الكنسي. الاباء وضعوا كتير من الطقوس والتشريعات الكنسيه. على سبيل المثال لما نيجي نقرا كده في الكتاب المقدس نلاقي الاباء الرسل وضعوا شريعه الامتناع عن اكل الدم والمخلوق، يعني قصه ان الانسان ما ياكلش حاجه بدمها او ياكل حيوان مخنوق هنلاقيها موجوده في الكتاب المقدس ونلاقيها في سفر الاعمال اصحاح 15 من عدد 25. الاباء الرسل كمان نلاقيهم عملوا حاجه مهمه جدا، أقاموا شمامسة للخدمة وحددوا ليهم أعمالهم، دي نلاقيها في أعمال 6:6. ولو نفتكر مريم مرقس لما جه وهو من الأباء الرسل الأوائل لما جه اسكندرية وعايز يتركها ويروح مكان تاني يبشر فيه أكتر وأكتر ويأسس فيه كنيسة لقيناه عمل نفس الحكاية، أقام أسقف اللي هو إنيانوس وأقام 3 قصوص وأقام 7 شمامسة. إذن موضوع إقامة الشمامسة وإقامة القصوص وإقامة الأساقفة موجود منذ الآباء الرسل. نلاقيهم ساموا الآباء الأساقفة وقصوص، وده نلاقيه برضو في الكتاب المقدس مش مجرد يعني قصة في التاريخ الكنسي، لا نلاقيه برضو في أعمال 14:23. نلاقيهم مش بس كده، حطوا شروط لاختيار الرعاة في الكنيسة، الراعي ده يبقى عامل إزاي، سلوكه عامل إزاي. ونلاقي معلمنا بولس الرسول حط الموضوع ده في رسالته الأولى لتلميذه تيموساوس صح الثالث، ونلاقيه في رسالته برضه لتيتوس، لان زي ما احنا عارفين تيموساوس وتيتوس الاثنين كانوا اساقفه فحط لهم شروط لاختيار الرعاه في الكنائس، نلاقي برضه ده في تيتوس 1:5. حطوا ترتيبات خاصه لسر الافخارستيه، ونلاقي برضه معلمنا بولس الرسول يتكلم ازاي ندخل للسر في سور كرونسوس الاولى 11. نلاقي حطوا تنظيمات خاصه بسر الزيجه، ده نلاقيه في أفسس 5:22-28. يبقى المصدر الأول بالنسبة لنا في الطقوس بتاعتنا هو الكتاب المقدس، وزي ما احنا عارفين ان الكتاب المقدس موحى به من الله وموحى به من الروح القدس. يبقى اذا الاباء الرسل وضعوا الترتيبات الكنسية لتنظيم الكنيسة والعبادة، وهم كمان رأوا بعض الممارسات دي عملها السيد المسيح بنفسه وعلمهم بيها، وبعض الحاجات التانية أرشدهم فيها الروح القدس. لما نيجي نقرأ كده يقول لك إيه؟ متى جاء المعزي؟ ها؟ لما ربنا يسوع قال كده، قال لهم كده ووعدهم كده، قال لهم متى جاء المعزي الروح القدس الذي من المنبثق من الآب فهو يعلمكم كل شيء، يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يبقى إذن في حاجات ربنا قالها، في حاجات ربنا مارسها قدامهم، في حاجات الروح القدس ذكرهم بيها وارشدهم ايه؟ وارشدهم إيه؟ عشان كده خرجت كل الطقوس مش بحكمه بشريه حقيقه، بل بارشاد من الروح القدس. عشان كده في فرق كبير جدا بين عمل انساني وعمل الروح القدس. حقيقه عمل الروح القدس عمل جميل جدا، وطقوس الكنيسه مليانه بالمعاني الروحيه ومليانه بتحس كده مش ممكن يكون انسان رتب كل الترتيبات الحلوه دي. تاني مصدر زي ما قلنا هو التقليد والتسليم من جيل لجيل. أسفار العهد الجديد تشهد وتأكد على أن الأباء الرسل هم اللي سلموا الكنيسة كتير جدا من الطقوس والترتيبات الكنسية. ناخد بعض الأمثال. لما معلمنا بولس الرسول قال كده في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، قال كده لأنني تسلمت من الرب ما قد سلمتكم أيضا. يبقى إذن موضوع فيه إيه؟ فيه تسليم ربنا، بعد كده الأباء الرسل، وبعد كده
اللي جه بعديه. يقول كده لأهل كورنثوس: وأما الأمور الباقية عندما أجيء أرتبها. عارفين كلمة ترتيب؟ كلمة ترتيب معناها إيه؟ طقس. كلمة طقس كلمة معناها إيه؟ ترتيب أو نظام. وأما الأمور الباقية عندما أجيء أرتبها. يوصي أهل فيليب يقول لهم كده: ما تسلمتموه وأرأيتموه فيا فهذا فعلوه. كل حاجة أنتوا شفتوها أنا بعملها أو بممارسها أنتوا إيه؟ تعملوه. ده يسلم طقس زي طقس رسامة القصوص لتيتوس الأسقف ده. أنتوا عارفين تيتوس ده زي ما قلت لكم كده كان أسقف كريت. لما قال له إيه؟ قال له: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك. طب أنت أوصيته بإيه يا معلمنا بولس؟ في حاجات بقى إيه؟ ها؟ حاجات تفاصيل كده هو إيه؟ سلمها ليه إيه؟ شفاهات. يوصي واحد زي تيموساوس الأسقف ويوصيه على موضوع التسليم ويقول له: خلي بالك مش أنا بس اللي هسلمك، لأ أنت كمان هتسلم. يقول له كده: ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. يوصي أهل تسالونيكي يقول لهم: اثبتوا أيها الإخوة وتمسكوا بالتقاليد. ها؟ يقول لك أنتوا يعني ناس قديمة قوي. ها؟ دي وصية، وصية في كتاب مقدس. اثبتوا أيها الإخوة وتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها سواء بالكلام أو برسالتنا. يعني في حاجات أنا سلمتها شفاهي وفي حاجات أنا إيه؟ كتبتها في الرسالة بتاعتي. يبقى لازم نكون واثقين إن مصدر التؤوس عندنا هو الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، وده يجعل التؤوس بتاعتنا تؤوس حية. ليه؟ لأنها كلها بعمل من الروح القدس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد. من 50 سنة فاتت وتحديدا 12/7 يوم عيد الرسل، كان أول قداس يتعمل على مسبح كنيستنا بحضور نيافة الأنبا ماكسيموس أسقف الأليوية وأبونا بشوي كامل وأبونا مقار. يمكن حصلت أحداث كتير زمان ما عشناهاش، لكن أقدر أقول إن عدد سنين عمرنا اللي عشناها في الكنيسة كانت مليانة بتفاصيل جميلة، تفاصيل كنيستنا اللي حبيناها من كل قلبنا وبقت هي سنين عمرنا. الكنيسة واجهت مشاكل كتير، لكن بنعمة ربنا بشفاعة مريم مرقس والبابا بطرس كنيستنا كانت قوية وتغلبت على كل الصعوبات. اليوم ده من أصعب الأيام اللي مرت على الكنيسة، يوم فرق في حاجات كتير قوي، على قد الألم والوجع والمشهد اللي عمر ما حد هينساه، لكن ده قوى كنيستنا أكتر، وكلنا فخورين إن كنيستنا بقت كنيسة الشهداء، وعمر ما حد هيخاف، عشان كلمة ما حدش يخاف اتحفرت في قلوبنا وعقولنا كلنا. شعر بي مشوار لما نحن
أعتقد أكتر فترة فهمت فيها إن الكنيسة مش مجرد مبنى هي الفترة اللي فاتت لما دخلت الكنيسة وهي فاضية، رغم إني بحبها جدا حتى لو هي فاضية، لكن حسيت بحاجة كبيرة أوي ناقصة. علشان كده في المناسبة الحلوة دي حبينا نشكر كل حد كان سبب في حبنا للكنيسة. شفت يوسف، شفت طبيعة، شفت داود المرنم، شفت فيك معنى المحبة. يعني ايه ليسوع تسلم؟ شفت يوسف، شفت طبيعة، شفت داود المرنم، شفت فيك معنى المحبة. يعني ايه ليسوع تسلم؟ شفت ده كبريئة صافية، شفت ده قلبي دافية، شفت فيك ميرة وعافية، شفت ايد الله بترسم، شفت يوسف، شفت طبيعة، شفت داود المرنم، شفت يوسف، شفت طبيعة، شفت داود المرنم، شفت فيك معنى المحبة. يعني ليسوع تسلم. كل سنة وانتي طيبة يا أمي، كل سنة وانتي قوية وثابتة، بتمنى تفضلي دايما مجمعانا في حضنك وفتح أبوابك لينا. انتي الأمان، دايما بتصلحي فينا اللي بوظوا العالم، تعيشي وتوصلي ولادك للسماء. اللي تربيت فيها يسوع